في هذا الفيديو غادي نشوف واحد المغربي في الجزائر اللي خرج في هذا رمضان في شوارع الجزائر باش يصورنا الجزائر العاصمة والأجواء الرمضانية فيها. تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. السلام عليكم يا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. تمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. خوتي وقيتونا خوتي، غادي لاجي سونتر، راني في الجرة، غادي ناخذ واحد التريبي وندير لكم معنا فلوق، نضرب لكم دويره تمايا وندخلوا لحديقة التجارب ان شاء الله، القناة مفتوحة ومقام الشهيد، وشوفوا الاجواء الرمضانية بالليل كيفاش دايرة في الجزائر. هذا باش الجراح كما كتشوفوا، المهم غادي للميترو دابا. امشي عليا يا خوتي، لقيتو يلاه مشى. هو دابا وجد الثاني، ما عرفتش، يمكن كل 5 دقائق كيجي واحد ولا 10 دقائق ولا ما عرفتش. المهم غادي نساينو انا ماشي. هاني انايا. المهم النهار لعب الوداد اخوتي مع التراجي ما حضاش. المهم غادي نتفرجوا على سي تمنايا و هادشي اللي كاين بالصاف والباب. خويا حنا وصلنا لساحة الشعبائية هاديك لي كتشوفو، هنا كاين مسجد، هنا كاين واحد اللعيبة أنا نوريهالكم، هاد المدينة صغيرة كانوا كيحفرو المترو وخرجو فيها، هنا هادي صغيرة، وهنايا أنفصلية كاين القصبة. المهم تا شي نهار غادي ندخل وندير فيها فلوق إن شاء الله. المهم ماشي دابا ان شاء الله غادي ندير لكم الفلوق في حديقة التجارب وندخل المقام الشهيد ان شاء الله. المهم يا خويا سي طبس كنساي السي داري مال 10 ديال 10 و4 مازال ما جاش، قال لي في باب الواد ما عرفتش. المهم خويا غادي نصبر. الو يا خويا شريت هاد اللعيبه هادي، المهم تريبي ديال الكام. المهم كما كتشوفوا، المهم اخوتي احسن حاجه هي المهم في الدار الضحك، احسن حاجه هي تفاهم مع شي واحد باش غادي تشري ما عنده شي حاجه، وفي التالي فاش كتجي تلاقاه كتلقاه بنت احسن حاجه. المهم اخوتي غير في الدار الضحك، المهم ركبوها باش داك الشيء كيكون نايس يا اخوتي. المهم دابا غادي نمشيو نشدوها ثاني الميترا ونمشيو ل حديقة التجارب إلى لقيناها فاتحة إن شاء الله، خلو ليها ونديرو فيها إن شاء الله فلوق داك الشيء. وخا ديجا دخلتها ولكن نشوفوها بالليل تكون أحسن، ونطلعو إن شاء الله حتى المقام الشاهد اللي راهو في الكيفة، راهو المسجد في الكيفة. المهم الأجواء أخواتي وليدة زوينة واعرة بالليل، هنايا كاين مرسى، هنايا كاين البابور في الكيفة. جميع البلدان تما مقام الشاهد راهو فين كيبان بالخضر، ما عرفتش واش كيبان مزيان ولا لا، والمسجد راهو فين عاطي الاضاءه حتى هو بعيد. وانا هاني انايا البارد المركزي ها هو قدامنا هاد البلاصه اخوتي. المهم اخوتي يعني هنايا، المهم غادي ناخذ هنا شي تصويره، ما تنساوش غادي نحط انستغرام، دخلوا عندي انستغرام تابعوني، كنحط ستوريات مره تصويره، دخلوا عندي انستغرام اللي بغى يتواصل معايا مرحبا بكم. هجموا عليا خوتي، راه كاين بزاف ديال لي سبسكرايب في اليوتيوب، ولكن في انستغرام راه خاويه فرايمو خاويه، اللي مابونين عندهم اكثر من اللي مابونين عندي. لهذا خوتي شي هجوم الرجوله، يلا خوتي هادشي اللي كاين. المهم دابا راه 11 الصرف، خصني ضروري نزرب على حساب المترو غادي يسالي، غادي نشد اقرب فلاري ديال المترو باش نمشي نصوركم شويه في حديقه التجارب ونكملوا لكم داك الساعه. خوتي هذه هي البلاصه اللي كتكون عامره بالمظاهرات كل جمعه، ماشي غير الجمعه يعني بزاف ديال الايام. هذه هي البلاصه كما كتشوفوا دابا هي خاويه، هنا كيكونوا الملايين ديال البشر كما كتشوفوا في الاخبار وكذا، هنا هي الملايين ديال البشر كيديروا المظاهرات، ودابا هي خاويه والدنيا زوينه كلشي زاهي كلشي ضاح.
سي هذه حديقه التجارب. المهم القسم مسدود يمكن ما كيفتحوش بالليل ولا ما نعرفش. المهم غادي نتاع لكم المقام الشعبي. يا ربي لقى لي التفريق خدام حيتاش كيتلعب واحد المصعد الجوي. يا ربي يكون خدام ونطاو تمايا ان شاء الله صوروا لكم البلان من تما كي كيبان واعر نورمالمون قيد راه خدام. يو خوتي سو المهم خوتي عطشت غادي نضربها بشي شربه وباش نشد المترو. المهم هاد البلاي ما عرفتش 100% راه صالح الشرب. المهم غادي نشرب نمشي نشد المترو وراه قرب الوقيته ديال السحور باش نمشيو نسحروا. ليتس جو. ما عرفتش كتشوفوا هنا كتشوفوا الحمد لله. يا خوتي المهم شربنا الحمد لله. اول ليتيفير كذا والريح شوف كيلعب فيه. ولي ولي الله يحفظ اخواتي ما كيبان لك العالم. راه هو المسجد هادي هنايا يا خوتي. واصل الزوال لا الدولة بحر الريح شي واعر. ها هو خوتي مقام الشاهد كما كتشوفوا الحمر والخضر كولور داكشي هو. المهم حديقة التجارب القسم مسدودة والو ما يمكنناش ندخلو كتفتح يمكن غير بالنهار. هادي هي زايا خوتي. هذا هو مقام الشاهد كما كتشوفوا. المهم بالليل كيكون واعر احسن من النهار. من النهار كيكونش فيه حتى شي كولور غير اللون ديالو العادي. دابا كتلقاه فهمتي داير له الاضاءه داكشي بالخضر والبيض والاحمر داكشي واو نايس سواني هنايا. المهم خوتي ما بقى لناش الوقت بزاف غادي نضربو هنا شي دويره دغيا 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 ونمشيو نشدو المترو باش نرجعو في حالاتنا باش ما نتقولبوش يمشي علينا المترو. المهم الدنيا هنايا تي زويونه البرود الحال الجو مبرد واحد الريح اللي زوين وانا يا سيك تلقى الدراري كيلعبوا وكدا. احسن حاجه خوتي هي تجلس في البلايصه هذه واعره قدامك. المهم خوتي انا نوريكم واش اللي كاين خوتي. سير الفيديو خليو لنا شي لايك وشي كومونتير وتحياتي ليكم خوتي. كان معكم فرح فلوغ بيس ان شاء الله نشوفو فيديو جديد عما قريب ان شاء الله وتحياتي ليكم. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو خلي لايك ولا الاراء ديالك في الكومونتير. تهلاو.